شراتنا الشر 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 وخر 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 نزل على متجر سعود براذرز تي شيرت وهودي الباص، توصيل للسعودية فقط ومتوفر خدمة الدفع عند الاستلام. للطلب حملوا تطبيقنا متجر سعود براذرز، الرابط تحت في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم والله، بالتحديد من وين؟ مزرعة. من المزرعة امام ممر السعادة. مرمر السعادة. بس قبل ما نبدا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة، الله يسعدكم يا رب، وتفعيل جرس التنبيهات ان شاء الله. اليوم فلقنا يومنا في مزرعة كالعادة، لكن تذكروني تولى من زمان ممر السعادة، من اسمه سعادة يا اخوان، بس اهملناه صراحة كم جهر وتغير ولعنس عرشة الورد. راح كل شيء. فالحين بنبي نضبط ممر السعادة بطريقة حمك الله. نبي نضبط ممر السعادة بطريقة مختلفة. وش راح نسوي سعد؟ اللي راح نسويه طبعا، ممر السعادة في الفترة الأخيرة سبب لنا مشاكل. طبعا انه دائما ننزل معه، هو ممر وراهم هي ممر الى الكوخ. ايه هذا مع الايام صار في طين وكذا فبدا يخرب. الدرجات الاولى كانت سيئه مره، يعني تسبب زلق. شوفوا ايه فاللي بنسويه، انا ذيك المره قد زلقت. اللي بنسويه بنحط الاحجار، نضبط الاحجار لان هذه الحصات، بنحط دربزين اللي هو تتمسك عليه عشان تنزل كذا. خلي تنزل مثلا على حجره، خلنا على سبيل المثال، على حجرتهم وتتمسك. الله، بعدين عم ضبطه والله بيطلع. بعدين نحط اسانسير ممكن. عنك. طيب ابوريكم الفكره اللي بنسويها عشان تكون بالصوره معنا. اخذنا الخشب حق جزء منه من حق العنز، تذكرون لما كان عندنا عنز خرفان. ايه طبعا بنسوي لهم واحد احسن من هذا، لان هذا اللي سويناه كانوا ينحشوا منه. بنغير مكانه اصلا، بنغير مكانه لانه على شكل نزله. بنحط الخرفان والعنز اللي بنجيبه ان شاء الله في اخر المزرعه احسن. فهذا هو الخشب عندنا، بنحطه هنا. شفتوا المسار الحين؟ هذا هو ممر السعاده الجميل. هنا واحد اشرح. يلا المعالي والشرحي. يلا اشرح. مثلا نجيب واحد نحطه هنا. ايه هنا كله، ثم نجي زي كذا، فهمت؟ ايش تقول انت؟ انا لا ما فهمت. اسمع اسمع اسمع، دحوم صح عليك صح عليك. شفت هذا؟ بنحطه كذا تمام، والثاني جنب على اليسار. انا كذا كذا. يا سلام عليك. وهنا نسوي مدخل لممر السعاده، لان ممر السعاده كيف ما يكون سعاده يا شيخ؟ بنحط دائره زي الدائره. ايه مدخل. ايه معروف المدخل ذا، يصير من كذا تمشي تدخل ترقى فوق المزرعه او وانت نازل. مع الاوراق الله 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 الناثره زي هذه الاوراق، اوراق الخريف شفتوها؟ زي هذه بتصير كذا على الممر. هذا الحين بنطق ان شاء الله. روح انت بدل الجاكيت حقي، ترى في مسامير ما بعد شلناها. فوق فوق والله شكله انشق جاكيت. ما عليه ما عليه، سل سل راح راح. اي الممر اي يا ابوي. ما زلنا نشتغل، هذه ركبناها وقاعدين نركب الثاني. ها سعود ها شي اوف اوف اوف، حلو الشغل ماشي. ايش رايك دحوم؟ والله حلو. والله يا سعود بصير متكامل. بصير متكامل؟ طيب دحوم شفت، طبعا ما راح نحطه للنهايه علشان الممر شوي فيه عقبات، يعني ما يمدينا ونازل كذا جاي لفات. انا اهم شيء عندي الحصى. اهم شيء ايش؟ اهم شيء الاحجار اللي في النص. اي بنحطها. اي اهم شيء عشان ما نزلك. باقي هذا نحطه كذا ولا كذا؟ كذا كذا. ايوه نزل نزل شوي كذا. ايوه ايش رايك؟ انا ما ادري اذا فيه وقت، ما عندي مشكله، انا نحط اللي تبي يا حبيبي. ترى سعود تدري كم باقي الاذان؟ سعود باقي الاذان 45 دقيقه، الشمس بتروح. الشمس بتغيب، اذا غابت بنكمل بكره عادي. زي ما تشوفون يا دحومها ايش رايك؟ والله شوي أقبل شوي عادي. يبيله شوي. في الاخير الحين هنا ركبنا هذه، والشباب هنا جالسين ايش؟ يجيبون زيادة خشب. أوه رجلي ها كيف؟ جاهز هو يصير صح؟ إيه جاهز. أنا أتوقع لو تقدر تشيله على طول ركبي يكون أسرع، ولا إذا ما ضبط عاد شكر الله. أسحب 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 يا ولد. إيه يا دحوم يا أخي. يلا يا دحوم يا ركبني. طيب
يلا 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 بس عم معك. طيب اليوم وصلنا نتيجة حلوة الحمد لله، جينا متأخر المزرعة لأن الصباح والظهر كان كله مطر ما قدرنا نجي. ما نقدر. وش صار يا بحوم على الممر؟ الحين بتغيب الشمس باقي 10 دقايق كذا 15 دقيقة وتغيب، فبنكمل بكرة لكن ما رح ننهي الفلوق. يا سلام. بنكمل لكم بكرة. فهمتوا؟ يعني أنتم تشوفونا بس أنا نحب النوم النوم. بعدين بكرة بنكمل. خلاص بنكمل بكرة الساعة 12 بنكمل باختصار إن شاء الله. شوف الحين هذه النتيجة اللي وصلناها، نتيجة بسيطة زين على اليمين وعلى اليسار، باقي بس شوي فوق باقي الدبل هذا مرتين ما راح نوصل ترى لين الأخير. سعد قاعد يفكك ما عندنا إلا هذه القطعة، فخلاص بنحط جزئية فوق كمان. خلاص عاد شوف تزلق ما تزلق. ها يلا شيل شيل هذا جيبوه هنا عشان بكرة نبدأ نركب. يلا شيل شيل نطيح بس. اي ابوي نبغى الشغل. اصبر اسهر 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 وين. ايوه يا سلام. اي نوم زيك مرة وين يا منطور. حلو ذا. ايوه انتبه 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 انتبه. والله احس انه اذا اكتمل بيطلع حلو. والله بيطلع حلو مع النباتات والنمور هذه. اوه متحمس نتيجة النام يعني بنروح ننام يعني. يعني بعد 3 ساعات 6 ساعات 5 ساعات 12 ساعة والنوم ايه باقي 12 ساعة. يلا يلا بنروح ننام ونرجع نكمل. يلا. طيب صباح الخير، هذا يومنا الثاني في المزرعة الحمد لله. اليوم الجو مشمس زي ما تشوفون ما في غيم، وبنكمل شغل. وجبنا بعض النباتات اللي نحتاجها عشان زين المدخل، وسعد ما زال فوق. ها وش تنطل؟ خلنا خليه تحترفها ولا؟ تعال تعال يمديك. ها آه. اوه شراتنا الشر 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 وخر 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 كفو يوف لا تطيح. ايش التربه التربه لا تخرب. ما عليك ما عليك موجوده؟ ما عليك والله موجود. وقف انت انت تعال 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 نادى نادى. انا بروح البيت. اقول تعال تعال اقول تعال. شوف انا جبت الشجره هذه زي ما تشوفونها طويلة، ليش؟ عشان بنسوي المدخل اللي قلنا لكم على شكل قوس زي كذا. هذا حوم. ها لا 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 تبي هذه هي نبغى قاعدة. عطنا قاعدة فيها فيها مسامير. عطنا عطنا نشوف ناخذ هذه الصغيرة ذي هذه اللي هنا. والله متعب الموضوع مرة. انا تحسفت ان يوم نشتغل هنا اشتغلنا بذمة وضمير. ليش؟ مسامير واجد. تورطنا يعني بنفككها عشان ركبها بالممر. ورم ورم وين وصلنا؟ وصلنا لين هنا تقريبا نصه. والله شكله باقي النص رهيب صح؟ باقي ما سوينا ذي. ايوه تعال باقي خشب وادي. والله وش هو؟ وش هو؟ صار؟ ولا قطعت حبيبي راحت. شوف اخذ حقك. والله نحتاج اللي بنطقك ذا، ما في دان عندنا؟ لا ما عندنا الا فأس. بنحط خشبتين هنا علشان نوصلها بدائرة. ايوه او بنص دائرة. بعدين نحط الشجر بيكون مدخل مدخل لممر السعادة. الله يكون الشكل ان شاء الله بعد ما نخلص بس يا رب يضبط. طيب الحين لحظة لحظة حطينا الثنتين وهذه وشي؟ بنجيب خشبة شوي مقوسة ونربطها بسيم وبتجيب الشجرة هنا صح؟ واحدة هنا واحدة هنا واحدين هاي الشجرة. سؤال نعم الشجرة بتكون في تحت التراب ولا بتكون في ال ايش رايكم؟ انا اقول ان خلها على اساس ايش؟ يبي لها وقت يعني ترتفع فنخليها في احنا الشجرة هي تتسلق صح؟ ايه. ها سعود وين وصلنا؟ مرحلة مهمة اللي هي تضبيط القوس اللي راح يكون فوق ان شاء الله. ها؟ ها شفت شلون هذا اول قوس؟ اول هذا قوس شلون ربطناه؟ قوس ريفي ريفي. يا اخي ساعد صدى وربط. ها والله بينقطع. ايه ما ربطت زين. قاعد احفر حفره هنا علشان احط الشجره اللي شريناها. هذه هذه طويله بحيث اذا حطيناها هنا تجي نجي نقوسها على المدخل. ايه يطلع هنا في وحده لهذه وهناك تكون وين هذه طاحت. هذا يابس والله من الشمس. يلا يلا روح انت تقدر. اصبر. ايوه اوكي اوكي ايش رايك؟ والله حلو. بنحط الخشب هذا
تطلع شكل حلو صح؟ اي بنخلي هنا في بداية المدخل نحط الخشاب هنا. والله طلع شكل حلو يا اخي. طبعا الممر كامل حطيناها زي الاحزار هذه بحيث اننا نوقف عليها كذا. شوف يلا وطوط هنا صار اسهل. ها دحوم شو تسوي؟ تكسرها. شو تكسر؟ تحطها على الدرج. تحطها وين؟ على الدرج. شو هذه الخشاب؟ قطعنا احجار. هذا انت تسويه صح؟ وش الفكرة؟ الفكرة شكله حلو. والله شكله حلو. بعد دائما اصلا اذا نزلنا اوه ما يردنا للشبكة هنا. طيب بعطيكم النظرة النهائية على ممر السعادة بعد بشكل جديد غيرنا فيه أشياء بسيطة بوريكم. حبينا نشارككم. الله 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 لحظة لحظة الافتتاح الافتتاح الرسمي. سووا كذا سووا كذا. وين ولا المقص؟ يلا يلا كذا. واحد اثنين ثلاثة. واخر شوي ودحوم. شوفوا ضبطنا هذا بخشب عشان ما حد يزلق. لا على الاول معليش. يلا تفضل تفضل. لاني في اي بي. في اي بي. اوكي اسهل. ها مع السلامه. اليمين في ورد وزهور برضه على اليسار نباتات والان يسارك نباتات. طبعا هذه مع الوقت راح تكتمل كذا. شوف هذه ها هذه طويله. ما هذا اللي واصل للنص ولا والريحه. شم الريحه ترى لها ريحه. اتمنى اتمنى الريحه توصل للمتابعين. حلو طبعا ان ما كملنا اللي هو الدربزين. اي يعني ما كفى بس لين نص الممر يكفي. لكن تمام. ها انا اوريكم من فوق. طيب وانا نازل شلون شكله. طبعا هنا كله حجر زي ما تشوفون عشان ما حد يطيح. اوكي من فوق. ها كيف شيكم ضحكون؟ كيف كنا نازل سوينا شيء. وشو؟ قطفنا ورده. ايه ايه لا انزل. شوف الورد حركات الممر الجميل. ثقيله فيها طين ثقيله. وش رايكم بالشكل النهائي؟ انا كل واحد يعطيه صدق من عشرة. انا بعطيه 8. وانت؟ لحظه اعطيه 6 من عشرة. لحظه ليش الجلد؟ ها ليش 6 من عشرة؟ 4 درجات ناقصه ليه؟ ودي اعرف ليش. عشان اطور من نفسي. تفضل. لان حصى في بعض الصغار فانا اللي بخربه. يعني انت اللي ضاع الاربعه الناقصه. اجل انت اللي بنعطيك 6. طيب لحظه هذه النظره الاخيره. الحمد لله ممر السعاده بشكله ست ساعات بشكله الجديد او 7 ساعات. من امس والله لان الممر هذا اهم نقطه في المزرعه هذه صح. فلازم نضبطها صح. علشان ذاك اليوم نزلت وكان معي تمر وسقط. وسقط لانك سقطت. ولكن مره كنت انزل وزلقت وتوسخت. والحين ما عاد تزلق. يلا شراك نرقى ما بعد ناخذكم جوله. يلا روح روح بسرعه. ارقوا بسرعه. 1 2 3 ممر السعاده. فلا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناه العيون ممر السعاده. نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. اوه مع السلامه. تعال. Brand new hope is forming, adventure take me there. It's up.